الكرام في هذه القراءة التي خصصناها لقائمة المرشحين لجوائز الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. إلى التفاصيل. الاتحاد الأوروبي للعبة اختار 3 لاعبين في كل خط. في الهجوم كان الاختيار كالتالي: البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف دوري أبطال أوروبا ب 12 هدفا و6 تمريرات حاسمة، يتصدر قائمة المرشحين لجائزة أفضل مهاجم رفقة الأرجنتيني ليونيل ميسي ب 11 هدفا وتمريرتين حاسمتين، يليه باولو ديبالا صاحب 4 أهداف. رغم أن الأوروغوياني أدنسون كافاني سجل 8 أهداف واحتل المركز 3 في جدول الهدافين، إلا أنه احتل المركز 9 في قائمة مرشحي الاتحاد الأوروبي لأفضل مهاجم، بينما احتل الشاب كيليان مبابي لاعب موناكو المركز 4. خط الوسط شهد سيطرة مطلقة لنادي ريال مدريد، حيث أن المرشحين 3 جميعهم يرتدون القميص الملكي. الجائزة ستكون من نصيب الكرواتي لوكا مودريتش أو زميله الألماني توني كروس أو ربما البرازيلي كاسيميرو. هذا الثلاثي كان له الفضل في العديد من الأهداف التي سجلها الفريق، وأيضا في مساعدة الدفاع الذي ذاد عن مرماه في أغلب المباريات. أما المركز 4 في قائمة الاتحاد الأوروبي فكان من نصيب لاعبي يوفنتوس ميرالين بيانيتش متبوعا بلاعب البايرن تياغو ألكانتارا. نصل الآن لخط الدفاع الذي تواجد به لاعب وحيد من يوفنتوس واثنان من ريال مدريد. ليوناردو بونوتشي سيمثل الدفاع الإيطالي، وسينافسه كل من البرازيلي مارسيلو ود مدافع الهداف قائد ريال مدريد سيرجيو راموس. وفي المركز 4 جاء الإيطالي الآخر جورجيو كليني متبوعا بالبرازيلي داني ألفيش الذي احتل المركز 5. أما بالنسبة لحراسة المرمى فدون أدنى شك ترأس الإيطالي جون لويجي بوفون قائمة المرشحين. بوفون صاحب 39 عاما حقق الموسم المنصرم إنجازا جديدا في مشواره الكروي، حيث استطاع أن يحافظ على نظافة شباكه في 8 مباريات من أصل 13. وسينافس بوفون كل من الألماني مانويل نوير وجان بلاك حارس أتلتيكو مدريد الإسبانية. أما حارس ريال مدريد كيلور نافاس فلم يستطع الوصول لثلاثي المقدمة واكتفى بالمركز 4 متبوعا بحارس ليستر سيتي كاسبر شمايكل. الكلمة الفصل ستكون في 24 من الشهر الجاري حين يتم الإعلان عن الأفضل في مسابقة دوري الأبطال للموسم المنقضي، إضافة لجائزة أفضل لاعب في الدوري الأوروبي والتي ستمنح لأول مرة ويتنافس عليها ثلاثي البطل مانشستر يونايتد، وهم المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش والجناح الأرميني هنريك مخيتريان ولاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا. في الختام أشكر حسن متابعتكم، عودة الآن إلى منال وأحمد.